وللتوضيح أكثر تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك عبر هواء إكسترا نيوز. والقابلية المطروحة الآن للتعديل أو للوصول إلى هذا الاتفاق وهذه الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قابليتها للتعديل وقابليتها للتنفيذ في مثل هذا التوقيت الحساس؟ يعني بداية تحياتي لحضرتك ومشاهدي إكس نيوز. أنا أتصور أنه يعني في صعوبة بالغة لتطبيق هذا المقترح أو الوصول لاتفاق في شأنه، لأن النقاط الأساسية بالنسبة لحركة حماس وإسرائيل لم يتم معالجتها. فمن جانب حركة حماس هي تصر على نقاط معينة تتعلق ب أن يكون وقف إطلاق النار هو وقف دائم وليس لمدة 6 أسابيع كما تريد إسرائيل أن تذهب فقط إلى تطبيق المرحلة الأولى. والنقطة الثانية التي تصر عليها حركة حماس هو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ومقترح الرئيس جو بايدن عرض ما له علاقة بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان. وبالتالي ليست هناك ضمانات لحركة حماس. أنا أتصور أنه لو تم توفير ضمانات لحركة حماس بالنسبة لهاتين النقطتين، ما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وما يتعلق بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، تصور أن حركة حماس ستوافق على مقترح بهذه الصيغة. من جانب إسرائيل هي أيضا تصر على مسألة يعني أن لا تنسحب من قطاع غزة، لأنها ترى أن المسألة الأمنية داخل القطاع لم يتم معالجتها بعد، وهي تتخوف من اليوم التالي للحرب وعودة عناصر حماس للتمركز داخل القطاع، وتعرض يعني تصورات ليست لها يعني أساس على أرض الواقع، لها علاقة بخروج قيادات حماس من القطاع وتسلم إدارة مدنية لإدارة القطاع مع بقاء قوات إسرائيلية للمساعدة في المسائل الأمنية. وأنا أتصور أن هذا تدخل في شؤون القطاع، كما أن ليس هناك تنسيق مع أي أطراف إقليمية من القوى الفاعلة، ولا حتى تنسيق مع السلطة الفلسطينية. يعني السلطة الفلسطينية حتى فيما يتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح عرضت اليوم عن طريق رئيس الوزراء أنها يمكنها العودة للعمل باتفاق المعابر الخاص ب2005 إذا انسحبت إسرائيل بالكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح. وبالتالي إسرائيل ليس لديها أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية أو مع أي قوة فاعلة إقليمية حتى تتحدث عن كيفية إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. هنا الجهود المصرية كيف لها الدور الأبرز، خاصة أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي ودعت منذ اللحظة الأولى لوقف حمام الدم وتمسكها بالموقف الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية جنبا إلى جنب مع شقائنا الفلسطينيين، وأيضا إصرار الدولة المصرية منذ اليوم الأول لهذه الحرب على إدخال وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء. كيف سيكون هذا الأمر عامل ضاغط على جميع الأطراف لقبول مثل هذه الخطط والهدنة لأوقات طويلة ربما تصل لهدنة مستدامة؟ مصر يعني هي اتحركت على كل المسارات وحشدت كل يعني الإمكانات في هذا الإطار، لأنها تريد يعني أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يسمح حتى بتحسن الوضع الإنساني ولو حتى بشكل طفيف، لأن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وصلت لكارثة إنسانية حسب كل يعني تقديرات المنظمات الأممية. فمصر تحركت على المستوى العربي مع الوسيط القطري وتفاعلت مع الولايات المتحدة، كان هناك تحركات أخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي، إسبانيا على وجه التحديد، فضلا طبعا عن التحركات التي كانت مع الصين وموقفها الإيجابي من القضية الفلسطينية ومن حل الدولتين وما يتعلق بوجود ومحاولات الصين الأخيرة لتقريب وجهات النظر ما بين حركتي فتح وحماس. بالضبط زي ما حضرتك أشرت، هذه نقطة مهمة للغاية، لأنه لن تكون هناك يعني أو يكون هناك يوم تالي الحرب داخل قطاع غزة بدون وجود توافق وطني أو توافق فلسطيني فلسطيني على الكيفية التي سيتم إدارة القطاع. وبالتالي التقريب بين حركة فتح وحماس هو يعني مقاربة مهمة جدا وتدخل مهم جدا من الصين. أعتقد أن مصر ستضيف إلى هذا الملف نظرا لعلاقتها الوطيدة بكل الفصائل الفلسطينية وبحركة فتح وبحركة حماس، وهي قادرة على الإضافة لدور الوسيط الصيني في هذا الإطار.
الدور المصري هو دور متكامل، يعني ضغطت مصر حينا بالانسحاب من ملف الوساطة، وضغطت حينا آخر بعلاقتها القوية بالقوى الفعالة إقليميا ودوليا للوصول لوقف لإطلاق النار. يعني يتبقى أن يكون هناك إرادة سياسية للأطراف، حركة حماس وإسرائيل، للوصول إلى اتفاق، حتى إن كان اتفاق مبدئي لمعالجة الأمور الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة. نعم، القدرات الاستراتيجية المصرية على الأرض لإيقاف هذه الحرب والوصول لهدنة والدخول في تفاصيل مع كافة الأطراف لتهدئة الأمور، نقاط القوة التي تستند عليها الدولة المصرية في هذه الأونة؟ يعني مصر تنطلق من عدد من الركائز، أولها الخبرة الطويلة في التفاوض مع الإسرائيليين، والمعرفة يعني العميقة بقواعد التفاوض معهم. كذلك مصر يعني لديها خبرة دبلوماسية وعلاقات قوية مع جميع الدول تقريبا على مستوى العالم، وتمتلك يعني تأثيرا سواء على المحيط العربي، المحيط الإقليمي، المحيط الأوروبي، وكذلك المحيط الدولي. نحن شاهدنا التغير في المواقف الأوروبية بعد يعني بعد الاجتماع الذي كان مع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية في المنامة في بروكسل، شهدنا التغير في المواقف الأوروبية، والتي هي يعني بالمناسبة لا تأتي اتفاقا مع الموقف الأمريكي، لأن الأوروبيون يصاعدون في لهجة الخطاب ضد إسرائيل، إسبانيا تصاعد، هناك رفض لاستمرار إطلاق النار بأي شكل من الأشكال. كذلك شهدنا تغير في الموقف الأمريكي بعد الإشاعات التي روجتها إسرائيل عن تدخل المقاول المصري والتغيير في المقترح، وبعد احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، عندما لوحت مصر بالانسحاب من ملف الوساطة، كان هناك يعني حديثا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، تم الاتفاق في هذا الحديث على تمرير المساعدات من معبر كرم أبو سالم تخفيفا لوطأة الأزمة الإنسانية، على أن يتم تنسيق فيما بعد بين مصر والسلطة الفلسطينية لإعادة تشغيل معبر رفح. بالتالي مصر تنطلق من ركائز أساسية وتمتلك تأثيرا على كل أطراف الأزمة. نعم، ومن هذا التأثير الإشارات والدلالات التي تبرهن عليها القيادة المصرية كل يوم من هذه الأزمة، يمر على هذه الأزمة من خلال الزيارات المتكررة من القادة والسياسيين ورؤساء الوزارات ورؤساء الدول إلى القيادة السياسية المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، شهدنا العديد والعديد من الزيارات. إلى ماذا تشير هذه الزيارات وعلى ماذا تدل في بالنسبة للجانب المصري كطرف مفاوض ويسعى لإقرار السلام وإقرار ويكون شريك أساسي في عملية الوساطة لإيقاف حمام الدم؟ هذه الزيارات تعكس اهتمام عالمي بالرؤية المصرية، يعني الرؤية التي يتم تكوينها على مستوى دولي أو على مستوى أوروبي على مستوى أمريكي، تكون الرواية المصرية أو الرؤية المصرية جزء أساسي منها، باعتبار يعني أن مصر هي الأقرب لفلسطين سواء من حيث الحدود الجغرافية أو من حيث الخبرة السياسية أو العلاقات مع الأطراف، وبالتالي تبني هذه الأطراف رؤيتها بناء على الرؤية المصرية، ولذلك تكون هذه الزيارات متكررة ودورية، لأن الرؤية المصرية تختلف بالاتساق مع ما يحدث على أرض الواقع. كذلك هي تعكس ثقة عميقة في تقديرات الدولة المصرية لتطورات المشهد في الفترة المقبلة، لأن الدولة المصرية لديها قراءة وحذرت على سبيل المثال من النتيجة الكارثية في الدخول لرفح الفلسطينية، وهو ما حدث بالفعل، وبالتالي هناك ثقة في الرؤية المصرية سواء على مستوى تكوين رؤية دولية أو على مستوى التقديرات التي تتعلق بمستقبل الأمور في الفترة القادمة. نعم، حجم الصعوبات والتحديات التي تحملها المفاوض المصري والوسيط المصري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إقليميا ودوليا وداخليا نتيجة هذه الحرب الدائرة في قطاع غزة من جانب دولة الاحتلال، يعني هي صعوبات ضخمة بطبيعة الحال، لأنه مصر هنا بتسعى للتقريب بين حركة حماس ويعني تتبنى أيديولوجية المقاومة بشكل أساسي، مقاومة الاحتلال، وبين الكيان الاحتلالي دولة إسرائيل. إسرائيل صدرت في البداية روايات مغلوطة تتعلق بأنها تدافع عن نفسها، بأنها عبارة عن رد فعل، ثم تبين فيما بعد أمام العالم أن إسرائيل
تجاوزت كل الحدود وأنها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية سواء بالتهجير أو سواء بالإبادة الجماعية أو التهجير القسري للفلسطينيين. المفاوض المصري أو الدولة المصرية وقع على عاتقها أولا التقريب بين حركة حماس وحركة فتح للوصول إلى هدن تم تطبيقها فيما قبل أتصور في الشهور الماضية، وتم فيها الإفراج عن بعض الرهائن قبل أن تنهار الهدنة مرة أخرى. كما كان على الدولة المصرية يعني دور كبير ومهم في مسألة يعني تصدير الرواية الحقيقية لما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات داخل قطاع غزة وداخل رفح الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، إلى جانب الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا. وبالتالي مصر يعني قامت بدور سياسي ودور قانوني ودور دبلوماسي وكذلك إنساني لحل الأزمة المفتعلة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. نعم، خطورة استمرار هذا العدوان من قبل دولة الاحتلال إسرائيل على قطاع غزة على الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أستاذة نرمين؟ يعني أنا أتصور أنه مصر ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي، ولكنها في نفس الوقت قادرة بكل الطرق على حماية أمنها القومي، وهي يعني كل التصريحات التي خرجت عن المصادر الرسمية المصرية. فمصر تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق باتفاق السلام، ولكنها في نفس الوقت قادرة على حماية أمنها القومي وحماية مصالحها الوطنية. فيما يتعلق بخطورة التصعيد على المستوى الإقليمي، هناك طبعا خطورة جامة وخطورة كبيرة، وشهدنا بوادرها منذ يعني أن كان يعني منذ أن دخلت جماعة الحوثي على الخط ووجهت الهجمات للبحر الأحمر وخطورة ذلك على التجارة الدولية. وكانت قراءة استباقية من جانب الدولة المصرية لأبعاد التصعيد المستمر من جانب دولة الاحتلال على قطاع غزة بشعب الفلسطيني الأعزل. بالضبط زي ما حضرتك أشارت، التصعيد كان ما بين إيران وإسرائيل، والآن يعني هناك تصعيد على الجبهة في لبنان تلوح إسرائيل بأنها ستكون هناك عملية شاملة أو أنها قادرة على دخول حرب شاملة. التوقعات تشير إلى عكس ذلك، لأن إسرائيل بالفعل غارقة في غزة حتى الآن، أو غارقة في هذا المستنقع الذي قالت عليها أنها ستكون قادرة على القضاء على المقاومة وعلى التخلص من المقاومة وتفكيك حماس، هي لازالت غارقة، وبالتالي من الصعب تصور أنها ستكون قادرة على شن حرب شاملة على حزب الله، حتى إذا ما اعتمدت على استراتيجياتها المتكررة في استهداف البنية التحتية بداية قبل وجود أي اجتياح، سيكون من الصعوبة البالغة ذلك، خاصة أن حزب الله طور من عملياته واستراتيجياته في الأيام الأخيرة، واستطاع توجيه ضربات مؤلمة إلى إسرائيل وإلى المستوطنات الإسرائيلية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.